اي جايز، صباح الخير، كدير لاباس عليكم. رجعنا لايف جديد. كنت باغي نقول واحد الهضره مهمه. صافي، تقطع اللايف و تجمعوا لي اخوان عاوتاني، نقولها ونمشي للناس. على حقاش غدا باقي عندي واحد الرونديفو دابا تقريبا حسب الوحده ديال الليل، وغدا عندي شي ناس خصني نتلكا لهم في المحطه ديال التران مع 6 ديال الصباح. فهمتي؟ يعني 6 ديال الصباح خصني نكون في المحطه ديال التران انايا ديال المحمديه، خصني نتلكا لشي ناس. دونك فهمتي، 6 وشي حاجه خصني نكون تما نتلكا لهم. دونك خصني نمشي نعس، نتسنى بالزربه، عطيو جوج دقايق غادي تجمعو الدراري تطلع. دابا تاع النوتيفيكاسيون ديال لايف جديد كطلع، اطلع لهم يدخلوا، وديك الساعه نقول الهضره اللي كنت باغي نقول ونمشي للناس. في نفس القضيه ديال الفيوتشر بلانز، ودويت على الوالدين، واحد النقطه مهمه اللي هي الوالدين، نقطه مهمه بزاف. على شحال من واحد تيقول لي والديا ما تيامنوش بيا، والديا كيهرسوني. انا كنقول الهضره الوالديه صراحه، انا داكشي دوزنا مع الوالدين ما دوزو حتى واحد اصاحبي، شي حماق لا فهمتي، تيبقى بحال الحلمه. كاع ما تيقنا دابا راه كيامنوا بيك وتيدوا فيك فهمتي، تيسمعوا ليك ولا فهمتي. لا قداش ندوف هاد البلان هذا ودي نمشي، غادي نمشي الناس. لوف يو برو، الله يحفظك، الله يحفظك خويا، شكرا بزاف، شكرا. شوف، كاين بزاف الناس تيبغيوني لله الحمد، فهمتي. واش اللي تيخليك تكمل؟ اش اللي كيخليك دير فيديوهات؟ بيان سور كتكون خارج في الشارع، تيجيو بزاف الناس يسلموا عليك. واخا انا كنقولها وتنعاودها، زعما احسن حاجه ممكن تاع، لحقاش انا ما عمري كنت كنقلب على الشهره وكنقلب على داك الشيء، لان واحد الحياه خايبه وحق الله ما فيهاش الراحه. احسن حاجه ممكن دير هي فهمتي تشوفني وتميك عليا يوميا، تنقولها ديما فهمتي. احسن حاجه ممكن دير هي تشوفني وتميك عليا، لحقاش فهمتي انا شحال من مره، لحقاش انا بالنسبه ليا شخص ما عرفني حتى واحد، كنكون خارج عاجي ناش ها 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 أصلا ما على حقاش أنا النهار الأول بنت وجي باش نسبري ديال الكالتشر هادي ديال راه ممكن يو كان دو سام شيت في حياتك، وراه الانترنت راه فيها واحد لوبورتونيتي ممكن تستغلها. هادشي علاش بنت وجي، على حقاش النهار الأول شنو كنت كنفكر ندير، وليت كنفكر ندير واحد الماسك بحال ديال الساو، والله الا كنت كنفكر واحد الماسك بحال ديال الساو وندير فيديوهات شحال هادي قبل، فهمتي، قبل ما نبان حتى مع رايان. وليت واحد القدر نفكر نولي ندير قبيه بحال كوند، ولكن نو وان غانا بيليف هاد الشيت هذا. شنو شكون هو خونا اللي من ورا هاد الشيت هذا اللي كيقول لنا هاد الميساجات هادو؟ اللهم فهمتي، قلت اجي نبين وجهي عام في جوج في ثلاثه، وتتبين وجهك بيان سور فهمتي، تتولي قابل للكريتيك، قابل انك تكلاشا، قابل انك كذا، ما تمشي تولي عادي مع الوقيته. في الاول تيأثر فيك، من بعد فهمتي دونت جيف فاك. سيرتو نقول لك واحد الحاجه مهمه اللي كتخليك يو دونت جيف فاك، هي كتكون درتي الفلوس. على حقاش ملي كتكون صغير حتى هاد الهضره هادي مهمه، خاص شي واحد يسمعوها فهمتي. على حقاش شحال من واحد تيقول لي خاي سيمو انا كنتأثر، وباغي شي نهار ما نوليش كنتأثر بحالك في النيفو ديالك. كنقول الصاد خصك دير الفلوس بالرجوله، تيقول لك واش جاب الفلوس؟ لا الصاد الفلوس مهمين، على حقاش مع ضد المدافكرز هادو كيحسوا براسهم انهم كيصرفوا عليك، ولا راه كتسنى منهم شي حاجه فهمتي. وانت في الصاب كونشيس ديالك راه انت داخل في المعادله، راه كتسنى منهم شي حاجه، دونك راه كيأثروا فيك. ولكن ملي كتولي يو دونت جيف فاك، عارف فهمتي، ديك جوج دريال ديالهم ما زيدك حتى حاجه فهمتي. داك خونا المخير اللي كيدوي تجمع السالير ديالو ديال 40 عام، ومع كل الاحترام فهمتي، هادو خونا اللي تيدوي، ماشي خونا اللي تيتبلد فهمتي. راه واحد الانسبيريشن، وتا انت باغي يزيد لقدام، وهو السبب اللي كدير، السبب اللي علاش كدير انت لي فيديو فهمتي. على حقيقه لوط اوف ماذر فاكرز، هاكا نقول لك حاليا كي شي واحد، لان عقلك خاص تبرمجو، خاصك عقلك خاص تبرمجو ضد واحد، ماشي بحال واحد جي واحد تجي واحد القرطاسه، خاص تكون عندك واحد البروتيكشن. هذا تيتيق اي حاجه، ولكن ما يمكنش تكذب عليه، تقول له هذاك سبني، لا ما نتجاش فيه، لا دي تافه. ولكن انا نقول لك انا البروتيكشن ديالي هي جايه القرطاسه، شكون هذا اللي طارق القرطاسه؟ هذا داكشي اللي كيشد ضربه في 40 عام الخدمه، ماشي صوروا انا يعني فهمتي، تندخلوا في شهر 40 عام الخدمه. هذاك الشيء اللي كيشدك خونا ضربه في 40 عام الخدمه، كينوض مع 8 الصباح ل 5 العشيه، طان 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 طان، دير المعادله في 40 خدم من 20 عام حتى 60 عام، ياخذ التقاعد. داكشي اللي كيشد كندخلو في الشهر، رجع
صافي فهمتي ديك الهضره ديالو كانت سمعتي مشات فهمتي هكا فهمتي على الاقل عاد مولي شحال من واحد يجي يقول لها خاصك تجري الفلوس على الصاط ها واحد خونا كتب ليا وسيرتي فهمتي دونت جيف ا فاك فهمتي شتات صافي مشات فهمتي لان عارفه ديك الهضره شوف ماشي يقول لك شي خونا واصل ما خصك الصاط خصك الصاد فهمتي من الاخر شي شحال واخا سيمو انا تنجي تعقدوني ديك الكومونتات في اليوتيوب الصاد خصك تجري الفلوس خصك تجري الفلوس الصاد فهمتي خصك تجري الفلوس فهمتي على حق داش ملي كتكون واحد الجدع صغيور ممكن اي واحد يتعلق فيك يهرسك كتقول واحد الشجره كبيره يتعلقوا 10 100 ما يمكنش يحيدوك خاصهم تيجيبوا التراكس الصاد باش يقلعوك فهمتي وهاد اللقطه هادي خاص تعرفها على حق داش راه كاينين شي ناس فهمتي تكون واصلين وكتشوف خوتنا تيكلاشيهم وكيقول لك دوك خوتنا كاع ما كيعيوا صاحبي كنعيوا وانا كلاشيو فيهم ويسبوا من الناس وكذا وسميتو وماشي مرقوش الغت ليه كيبانوا لا صاد دي دونت جيف ا فاك اباوت يو على حقي داش فهمتي عندهم الفلوس فهمتي هذا دارجي خايبه شويه قاصحه ما خاص تسمع هاد الهضره ماشي تقولهاش هما انا قلتها لك خصك تجر الفلوس على الصاد فهمتي على حقي داش ذا مور ماني اي جيت ذا تنولي مور سترونغ فهمتي كل ما زادت عندي الفلوس كنحس الشخصيه كتقوى او تبان تقول لها ولا وجود لا وجود لعلاقه بين شخصيه قويه عاد داك ديس الشيت كيكذبوا عليك ما بغاوش يعلموك هذه القضيه هذه فهمتش على حقيتاش كل ما كنت سميتو كل ما راك ويك صغير سهل تاثر كل ما كتولي تزيد في الفلوس كل ما وسرت واحد الوقيته ملي طاحت لي هذه المعادله في الراس وما عرفتش واحد النهار كيدوى واحد خونا كيدوي بحال هكا نتا كتخرمز تا 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 كنا مريحين في كاف انا بلاصتك ماش ندير لهم لا فيديوهات لا والو نتا كتضيع وقتك فهمتي هكا وانا بقيت كنسمع ليه بحال هكا وما عرفتش هزت ليا في راسي دابا هاد خونا هذا كيتفلسف عليك شنو كيدير في حياته كيشد قد قد شحال انت شحال خصو يسميتو باش يدير داكشي في الشهر ديالك والله الا بحال هكا بقيت كنحسب هو تيدو انا كنحسب هو كيدو انا كنحسب ضربها في 12 كيشد قد قد ضربها في 10 سنين معانا بسيط في الحساب ما تديش عليا ضربتها في 10 سنين في الاول ضربها في جوج قد قد عاود ضربها في جوج باش تعطيك 40 عام قد قد وانا كندير اكثر من 40 عام ديالو ديال الخدمه شادي نسمع انا لدخونا هادي يمشي يتكمش يجي يدوي معايا بيل غيتس نسمع ليه يجي يدوي معايا جاك ما نسمع ليه يجي يدوي معايا سميتو نسمع ليه يجي يدوي معايا فهمتي نسمع ليه جي دوي سيرتو فهمتي ما قالش ليا شي حاجه اللي هادي تفيدني قال لك قطع الفيديوهات على الناس ما بقاش دير الفيديوهات في يوتيوب عا كتخرمز اوكي ما بغيتيش دير الفيديوهات قول لي شنو اللي ما عجبكش في الفيديوهات نموديفيو قول لي شنو اللي ما عجبكش في الفيديوهات نموديفيو لا خصك تقطع الفيديوهات شي حاجه زوينه الفيديوهات داروا لنا عباد الله لا واخا قول لي شي حاجه شي بالضبط شي حاجه في الفيديو ما تعجبكش نشونجيوها لا داكشي تاع الفيديوهات كاملين كديري تخرميز واخا خونا على تخرميز قول لينا كيفاش ردوه ماشي تخرميز ودابا انت ما قلتيش لنا شي نقد بنا قول لينا شي حاجه زوينه نديروها واخا سيدي هاد الفيديوهات هادو تخرميز كيفاش نردوه ماشي تخرميز لا خاري تيبان لي اخا سيمو داكشي كامل اللي كدير بلاش ما دير وحسن صراحه فهمتي وبنادم يمشي يدبر على راسو صاحبي فهمتي يمشي يدبر على راسو وانت مالك صاحبي معاه اللي بغى يموت يموت واللي بغى يشرق يشرق اللي بغى يغرب يغرب فهمتي ما ديرش فيها انت هو مصلح الامه وكذا واخا اخونا ما بغيناش نديرو فيها حنا ومصلح الامه قول لي الجهه الاخرى شنو ممكن ندير ولا صاحبي فهمتي انا تيبان لي يسديك الشانل ديال اليوتيوب يا ودي انا ما عندي 12000 في اليوتيوب ما كنكسب حتى 14000 في اليوتيوب ما عمري ابلوديت شي فيديو في اليوتيوب فهاد العام الاخر ولا العامين الاخر قول لي الا صاحبي عندك بزاف تشانيلات في اليوتيوب كتابلودي فيهم الله يهديك اخونا راه بنت لك مثالي اخايا راه يوميا انا كنتفرج فيك في اليوتيوب كنلقى فيديوهات وهاد الدراري هادوك تيهزو من انستغرام تيلوحوهم في اليوتيوب ما كتربحش من داك اليوتيوب لا ما كنربحش من اليوتيوب ما كنتسناش انا ديك جوج دريال من اليوتيوب وما كنتسناش ديك 4 دريال يحسبوها لي في الاخر الشهر ويلوحوها لي وعلاش كدير دوك الفيديوهات في الانستغرام منعوهم انت من الانستغرام باش ما يبقاوش يلقاوهم المهم الشيت ما تيقول لك حتى شي حاجه فهمتي ولكن احسن حاجه فهمتي هي ما تبقاش تسمع فهمتي ديك اللعبه ديال
هاكو على حقيتاش خاص تقول تسمع تسمع راه كاين شي نقد بنا شحال من حاجه شونجيتها بسبب شي ناس فهمتي تيجي يقول لي شي هضره كنقول لها هاد خونا هذا هاد النقطه هادي عنده مهمه. كاين شي ناس تجي جمال شي كلاشيك تجي يقول لك شي حاجه تجي رد لك تجي يخليك ترد البال شي زاويه انت ما منتبهش لها. وكاين ستام مادا فاكرز تجي شي فهمتي يدير لك ديك اللعبه ديال طط 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 ثلاثه القرطاسات ديال انت عيان ما في تيكش شكون اللي قال هاد الهضره طيب شكون هذا صاحبي مشى صاحبي سير سير قلنا رجعوا القضيه مهمه نشوف حالنا هي واحد الاخ سول واحد السؤال ديال شنو ناوي دير عرف شوف عرف الا قلت لك شي حاجه عرف راني كنكذب عليك امتى ديال الزواج حتى انت خاصك تكون بحال هكا الا قلت لك شي حاجه عرف راني كنكذب عليك وكما داكشي انا جبت انا ما غاد من ان شاء الله ما يكون غير الخير وكذا وباقي باقي باقي ان شاء الله وانت تبدا تزوج هادو اجوبه فهمتي دبلوماسيه فهمتي تنصدرك بواحد المعنى الكلمه ولكن تنقول سيميون نشرح لك شنو الكونسيبت اللي دار في راسي حتى انا نقول لك اجي 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 نقول لك البلون اللي في راسي فهمتي البلون اللي في راسي هو ما خاصش تقول الفيوتشر بلانز ما عمرت تقول ما عمرت تقول شي حاجه ديال الطرف المستقبل ناوي ندير وناوي ندير لان فهمتي شحال من واحد تقول فهمتي تكون جيت شي خطبه شي واحد كتقول له انا راني غادي تزوجني فلان ولا تزوجني فلتلان كيمشي لها الراجل شحال من واحد تقول لهم انا راني راني جديت واحد الوظيفه كذا كذا تمشي تمشي للوظيفه علاش لان راه مكاينش مش كاع الناس بغاتك وحنا عايشين في واحد الكون في 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 واحد الصراع ديال الانرجي تقدر حتى ما تامنش بهذا الشيء سير امن بشي حاجه اخرى الله يستر لك انت زويون وكاين واحد الناس خايبين انت بغيتي هاد الحاجه تطرى وتتبان لك انها تطرى الا ركزوا هادو عليها وحلوا عينيهم عليها وبقاو مقابلينها ما يجيش تطرى علاه ما خاصش تقول عليهم باش ما يقابلوهاش فهمتي اون فوا كتولي الحاجه مقابلها بزاف ديال الناس ما كتبقاش كطرى ومن نادي تجي العين وتجي يجي داك الحماق وتجي يجي داكشي فهمتي تبقى ديك الساعه ديك التاثير ديالك نتايا وديك الطاقه ديالك انت مع الطاقات الاخرين دايزو حاضينك الخوت راه غادي تطرى لك شي حاجه فهمتي الحظيه كتجيب المشاكل وبالتالي عاد طرى الحاجه عاد قولها ونقول لك حاجه اخرى بلا ما تقولها على حقيتاش راه كاين شي ناس ما يقدرش يستحمل كاين شي ناس فهمتي تيضلوا تيقولها لي تقول لي اخاي سيمو انا راني ما عرفتش هي كتبان عليا النعمه طق كتخبر هي كتبان النعمه كنبقى فهمتي الدري انا كنعرفو الدري مع 10 طوموبيله دوبل في مع الخرجه مع الخرجه ديال لا ميزون رموك فهمتي صاد شي حاجه عاديه سولنا امدرا واخا راه كاينه كاينه لاسيرونس كاينه سميتو امدرا لا الا ما قول لينا قال لك لا خويا والله ما نكذب عليك كنت راكب وعارف طرا شي حاجه وكنت مخلوع وراد البال وما عرفتش اخويا ها انت صات لي درتي كلشي انت درتي كلشي مني هنا راكب ومخلوع وراد البال ومالك الصات على هاد الحالات وكنفكر واحد الجيران غادي نمشي نباركي حدا وما تجي قوسوا لي عليها وكانت الوالده كتسناني وقال لك وهز الصوفه قالك باش دور لي على واحد الصوفه بيضاء على الكيدون باش سميتو واحد الوالد موجد واحد الصفيحه بغا يلاو حاليه في الكفر نرا صاحبي هضر الارهاب والكباب صاحبي هضر فيلم هذا فيلم صاحبي سمعتي لنا صاحبي بزاف واحد الخرشاشه انت باغي تسوقها صاحبي نصحك من الاخر فهمتي بلا ممكن ما تقولش ممكن ما تقولش فهمتي ممكن ما تدويش حتى هي زوينه كاع ما تدويش على الفيوتشر بلانز ديالك واخا يوقعوا بلا ما تدوي عليهم كاين بزاف الناس غير مع هادي يدوي مع هادي ياخذ الدقه فهمتي مع تبان عليه النعمه مع الدقه فهمتي كاينين الله يستر ولكن فهمتي المهم شوف كاين شي فيديوهات ديال احمد عمارة كنصح بهم دويتي دو فهاد الموضوع عاد تيدوي فهمتي كيدوي فيه ادفانسد على العين وهذا الشيء واش كيطرا فهمتي انت خليك غير ايجابي ما غادي تكون لا عين لا والو خليك ايجابي فهمتي ديك اللعبه ديال تيق في الله من الاخر فهمتي الثقه في الله ناجح فهمتي الجمله ديال محمد رمضان هذيك انا فان بيسور ديال محمد رمضان وتيعجبني تيعجبني ديك الشخصيه ديالو وتيعجبني حتى في الايجو ديالو فهمتي واخا داك الشيء واحد لادوز طالعه مي دونك توليكا فهمتي كاين شي ناس يبقاو عزازين عليك دونك توليكا يخطئوا ويديروا ليك داك داك تا يديروا اي حاجه كيبقى عزيز عليك فهمتي الثقه في الله ناجح فهمتي اخاي تثق في الله فهمتي ديك اللعبه ديال تثق في الله راه ما غادي طرا والو براك بخير راه ما غادي طرا والو وحاجه اخرى قلت لك عاود للناس عاود للناس اللي سميتو عاود عاود للناس اللي كيبغيوك عاود لهم شي حاجه زوينه فراسك غادي يعاونوك الا كانوا شي ناس كيبغيوك
مزيان تعاود اليوم والله. الا كانوا حتى هما بغاو داك البلون يطرى، اجي 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 يطرى، فهمتي؟ انت الوالد تاعك راه باغي شي بلون زوين يطرى، ما كرهش يشوف فيك الخير. الوالده تاعك راه ما كرهاتش تشوف فيك الخير، غير هما شحال ما حتيش يقول لي اخاي سي مو، كنقول للوالد كيدور فيا، كنقول للوالده تدور فيا. بين السورة صعب هادي ظروفك، انا النهار الاول كنت كنقول لهم شي حاجه تيدوروا فيا تيسبوني، سرقه بالكتوبك، اش عندك ما دير، يضحكوا عليك الشمايت، اي هضره سمعت. دونك انت ما تكون سمعتي حتى شويه من داكشي اللي سمعت انا. واخا اجي نموتو حنايا، حنا اجي ندومو ليك، واحد النهار اجي نموتو وديك الساعة ما تلقاش، وديك الساعة لالاش، وديك الساعة بلاش، وديك الساعة تبهدل، وديك الساعة يضحكو عليك الشمايت، تولي عايش عيشت الكل. المهم شوف، اي هضرة تخايل سمعتها، فهمتي؟ دونك بلا ما كاين واحد البروسيس كتستعملو مع الوالدين، فهمتي؟ الوالد ديالك هو واحد فاقد فيك الثقه، ما تيقش فيك، بحال البنك ما كيتيقوش فيك، بحال البنك، بحال الوالد، بحال الوالده، وبحال جدك، بحال سميتو، ما تيقوش فيك. خاص تبدا بناء الثقه. كيفاش انت ما انت انت ما عندك حتى شي، ما عندك حتى شي تراك ريكورد، جيتي دخلتي عند البنك جلستي بحال هكا، السلام عليكم، السلام، جلس مع الشيف داجون، السلام عليكم، شنو خصك اسيدي؟ باغي نتسلف 100 مليون. تقول شكون انت؟ ماشي غادي يجري عليك الصاحب، غادي يقول لك كير وشحال عندنا كونت، تقول له نفترض وقلتي ليه اه، قلتي ليه اه، صبر نطلع لك انا لا كارت ناسيونال ديالك، دخل النمرات لا كارت ناسيونال ديالك، يقول لك انت عندك 16 درهم في الكونت اصاحبي، انت عندك 16 درهم في الكونت اصاحبي، اش بينك وبين تهز كريدي ديال 100 مليون والكونت باقي جديد بحال هكا. دابا تيطرى مع الوالد ديالك ولكن عند ديريكتلي، تتقول لي دابا الوالد انا راه غادي نخرج من القرايه، غادي نخرج من القرايه وغادي راه شتا على انترنت ماركتينغ فيه الفلوس، وراه غادي ندير واحد 100 مليون وكذا. تقول لك سير قابل ولدي قرا، نفس القضيه، فهمتي؟ ما عندكش شي ماضي ممكن يبني عليه، تبني عليه البنكه اللي هو الوالد ديالك والوالده ديالك، ويعطوك الكريدي، يطلقوا لك تسرح الدر اللي بغيتي. غادي يقول لك سير قابل قرايت، كيما البنكه تقول لك سير تكمش اش عندك، ماشي يقول لك سير تكمش، يقول لك لا سيدي ما يمكنش وكذا، وما يمكنش، فهمتي؟ ما عندكش شي ماضي زوين اللي 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 تسمح ان الكريدي تطلق. ولكن هادي تجي تبدا دقه بدقه، تبدا فهمتي، غادي تدخل واحد 1000 درهم، غادي يشوفوها مولين الدار، بيان سور انت طلع شويه مشطر، عطاهم النص وخذ النص، خليهم حتى هما يحسوا بالنعمه. عاوتاني دخل واحد 10000 درهم، عطاهم النص، اللي بيان سور ماشي 10000 درهم كامله، تنقول لك دخلتي 10 المليون ولا دابا عندك 10000 درهم ديالك، ما تاخذهاش كامله، عطاهم النص، فهمتي؟ دبر على الوالده بواحد 3000 درهم، دبر على الوالد ب 2000 درهم، فهمتي؟ الوالده سمع الهضره كي دايره، دبر على الوالده ب 3000 درهم، الوالد ب 2000 درهم، الوالد راه عنده الفلوس، فهمتي؟ الوالده مسكينه ديما هي اللي، شوف انا تندوي معاك في الواقع تاع المغرب، الوالده ديما هي اللي كتلقاها، فهمتي؟ محنسره، دبر على الوالده بكثر من الوالد، ودون تو لك الوالده راه كتلعب في راس الوالد. دونك لعب في راس الوالده، راك لعبتي في راس الوالد، الوالد فهمتي غادي تثبتو في الاخر حتى هو ب 2000 درهم، ولكن خاصك تثبت الوالده 3000 درهم، دونك توليك الوالده ملي تكون مع الوالد راه تثبتو لك، فهمتي؟ المهم ما تاكلش بوحدك، خاص تاكل وتوكل، وخاص خاص خاص بحال اللي قلتي دابا انت راه كتقد الرابور ديالك قدام البنكه، فهمتي؟ قدام البنكه تيشوفوا الفلوس داخله، فهمتي؟ تيشوفوا وكتقول لهم، تيشوفوا هما داك الرابور اللي كيجي للدار، بيان سور كيحلوا ديك البريه، راه با غادي يكون تيحل لك ديك البريه ديال البنك اللي كتجي للدار. انا ديما كنت كنلقاها محلوله، تقول لك راك جاتك هادي كنهزها كنلقاها محلوله، فهمتي؟ دونك راه عرف شحال عندك، البنك شاف شحال عندك، دونك الوالد جاك ما تجي الورقه راه تيحل، كيقول وايلي الولد عنده 10 المليون في الكونت، اللهم بارك، فهمتي؟ راه هو شاف، واخا تيبان لك داك الوجه اللي ما شافش، فهمتي؟ داكشي اللي كنعيشو في المغرب ديال دخل، انا ما عمر الوالد جالي قال لي معلم ولا درتيها مزيان ولا الله يعطيك الصحه، هادي نادر باش تلقى شي اب مغربي كيقولها لولده، هادي ما كايناش، فهمتش؟ هادي من تتسمى من المنكر، ان با يجي يقول لك، يقول لك معلم شادي درتيها، كنت عارف كادي دير تبارك الله، هادي ما عمري عقلت وسولت كاع الدراري صحابي، يجي حي قلت عليه، قال لي لا شك، قال لي واش كدوي على الوالد؟ راقي حتى هو قال لي بقى ساكت راقي، قلتها له وادي قلت له اش شريف راني سولت، يقول لي صراحة هذا موضوع اخاي سيمو موضوع نيت، قلت له جاوبي، قال انا قالاش جاوب اش من موضوع، قال لك لا اخاي سيمو هذا موضوع بصراحه ما عمري سمعت هاد الهضره، فهمتي؟ عشنا كاملين بحال، ماشي كاملين، كاينين من الاقليه، فهمتي؟
ولكن ولكن علاش كيتزريك هكاك بالنسبه ليه هو باش يموتيفيك باش تطلع راجل، فهمتي؟ كيما شي واحدين هاد الايام جاتو مريح معاهم، واحد تيدوي لي على واحد خونا، حتى واحد خونا المهم تبارك الله تيخدم حتى هو في المغرب، ما نقولش شنو كيخدم، تيخدم تيجري هنا 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 هنا، ما كيخلي حتى شي بلاصه. قلت له شنو هو الموتيفاسيون ديال داك خونا؟ ويقول لي اخاي سيمو، كنت سولتو نفس السؤال، قلت له شنو اللي كيموتيفيك حتى تجري بحال هكا؟ ويقول لي لاني تحقرت وتقمعت. انا نقول له الصاب، هاد النقطة مهمة اللي قلت، عاود تحقر وتقمع. يعني إلا كنتي كتقول لي هادي راه بلاد الحقرة، يعني خصك تحرك، هادي راه فاكين موتيفيشن، الحقرة خصها تحرك. تحقرتي وتقمعتي خصك تنوض تحرك، على حق تكون كانت الظروف زوينة كاملين ما كناش غاديين نتحركوا، خصك الحقرة وخصك القمع الصوت، لأن هاد البلاد هادي بغاتك تطلع راجل، على تيحقروك وتيقمعوك، لأنه ما بغاوكش فهمتي تطلع شي حاجة هادية، بغاوك تطلع شي حاجة مش جديدة. ولا دي تبقى محقور ومقموع على الصوت، فهمتي؟ من الاخر المهم رجعوا ثاني للوالدين، رجعوا ثاني للوالدين. المهم الوالد تاك راه كيشوف الاخر الورقات البنكة كيحلها بحال هكا، تيشوف هاد الوليد هذا شحال عنده في الكونت، واش ممكن نقادو ليه شي كريديت سكور نطلعوا ليه من القيمه ديال الهضره اللي كيقول. بان ليا غادي تبارك الله سدتش اجايا راه جاتك هادي. الوالده ديالك بيان سور خاص تبين لهم لي دوك الفلوس ريال، خاص يقيسوا النعمة حتى هما، فهمت؟ جاتي تهز تعطي للوالدة تعطي للوالد شر الشاي عاوتاني، المهم خاص الحركة تدور ديك الساعة. لا لا الا مشيتي عندهم قلتي لهم راه باغي ناخذ هاد الديسيزيون، ولا باغي ندير هادي، ولا باغي ندير هادي، ولا قالوا ما يبقاوش يقول لك سير تقرا، هي جوج فهمتي ديك سير تقرا ما يبقاوش يقولوها لك، يقولوا هاد الولد هذا راه عارف اش كيدير، عارفو قيت القرايه وعارفو قيت الخدمه. سيرتو ملي كتوصل الامور في المغرب للفلوس والوالدين كيشوفوا الفلوس دخلات كيشدوا مع الطريق مع الولد. ولكن اصاحبي انت راه ما تدير والو، انت بيع لهم غير احلام عدويا حتى انايا، فهمتي؟ اللي كيجي عندي تقول لي خاي سيمو عندي واحد البروجي، راه نشوف البروجي اللي عندي الفكره، والا صاحب حرا قلتي لي عندي واحد البروجي بغيتك تانفيستي معايا فيه، ولا شي الفكره راه كاين البروجي وكاين الفكر، البروجي واش حاجه على ارض الواقع غادي نشوفها معاك وغادي انفيستي، قول لي شحال دابا كتدخل لنا هذا البروجي وكذا كذا وغادي انفيستي، قول لي عندك الفكره، الفكره ما كتسوى حتى حاجه، قول لي الفكره ديالك ونمشي نديرها بوحدي ولا نجيبو شي واحد يديرها. صاحبي راه مليون واحد عنده الفكره، ويقدر الفكره ديالك تكون عندي انايا ديجا وما تنسانيش الوقت باش مسالي ليها، الفكره راه ما عندها حتى قيمه صاحبي، راه الافكار عطاهم الله، راه ملاوحين دخلي للانترنيت مليون فكره ملاوحه، ولكن شكون اللي يجي يجلس ويقابل الفكره ويوقف عليها؟ راه هذاك هو تما فين كاينه الحبكه، فهمتي؟ الوالد ديالك ما يمكنش تبيع عليه الفكره، الوالد ديالك خاص تبيع عليه البروجي، البروجي هو غادي تمشي تخدم وتبدا تدخل شي بركه وخاص توري هادي، شوف غادي يقتنع بك ديك الساعه، راه هو يولي يدافع عليك، هما مولين دارك وما يجيو يولي يدافع عليك. ديك الساعه انا كنعقل الوالده اللي كنت كنقول لها راه شوفها الوالده والله حتى غادي ندير الفلوس وغادي ندير 100 مليون وغادي نوريك والله حتى ولدك غادي يديرها، ملي كنت ما داير والو كتقول لها واه سير وتكمش اش عندك ما دير، وتهز الصنداله بحال هكا وتزف عليها تقول لها سير قابل كتوبك لعنه الله عليك اش عندك ما دير. نفس الوالده ما تبدلش شي حاجه، نفس الوالده ولات كتقول لي الله يسهل عليك ولدي وانا عارف غادي ديرها وهير كمل. علاش؟ لان شفتك بديتي من صفر 10، درتي 10 دونك غادي دير 100، 100 دونك ملي قلتي لها مليار تقول لك مزيان، ومزيان يكونوا معك شي ناس كيامنوا معك بنفس الفكره وكيدعموك. شو ديك الطاقه ديال الوالدين مهمه، هذاك رضاك الوالدين مهم، الا كان والديك ساخطين عليك تيصيفط لك واحد الباد انرجي. المهم والديك تيصيفطوا لك واحد الكود انرجي معاك شي حاجه زوينه، ولكن راه ما ساهلش انت تجي، خاصك تخلص على ديك الكود انرجي، خاصك تخلص. هو خاص انت شوف واحد جوج خوتنا تبعوا بجوج بغينا المفيد، بان الاولاني بان الثاني صافي على المفيد. هاد بان باش زوينه في الانستغرام كتحيدوها من اللايف كتخليه لك في البروفايل الا بغى يتفجج تمايا ولا شي حاجه، المهم غير اللايف ما يبقاش يشوفه، فهمتي؟ على حقاش انا ما عمر كان عندي المفيد، الا كان شي مفيد من غير من هذا بلا ما تجي تطلع اللايف وارتاح. خاص تبني مع الوالدين ديك الثقه، فهمتي؟ خاص تبني هذيك الثقه وديك الطاقه، ماشي يجيو يعطوها لك فور فري بيان سور، فهمتي؟ حنا المغاربه وكيفاش انت بغيتي الناس يثقوا فيك
وانت ما درتي والو، ما يمكنش اصاحب، راه ما غادي تثق فيك لا بنك، ما تثق فيك لا مراتك، ما ولدك ما يثقش فيك اصاحب، انت ما تيقش في الوالد اصاحبي ديالك، انت راك ما تيقش في الوالد ديالك اصاحبي، وكيفاش بغيتي هو يتيق فيه؟ فهمتي؟ انت تقول لك هذاك الوالد اصاحبي ديما محارب معايا اصاحبي، دونك ما كاينش شي ثقه انه ممكن يتيق فيك، دونك فهمتي داك الشيء متبادل، بدا اللعبه من عندك، فهمتي؟ بدا من عندك، بين انك راه بديتي كدير شي حاجه، وكما قلت شو رجع اللايف عاوتاني، بدا تدخل الفلوس، وبدا تعطي الموالين الطار، بدا تعطي الوالد والوالده، وبدات تهلا حتى انت في راسك، وبدات تبين فهمتي، وراه ورا الرابور اللي كيجيك للدار راه كيبان لهم فهمتي، تيبان لهم هاد الشهر 10 مليون، الشهر شي 12 مليون كذا، راه غادي يدافعوا عليك ويوقفوا معاك، كيبان لهم والو راه غادي يوقفوا لك، وغادي يجي فهمتي، يجيو لك سير تقرا، والقرايه راه شوف نرجعوا لواحد الحاجه مهمه، القرايه راه مهمه فريمون، على قداش انا راه يومنا هذا راني باقي كنقرا باي دوي، ما تايمنش ندوي على الفيوتشر بلانز، اليوم من هذا راني باقي كنقرا، واش الفلوس كيديروا السعاده؟ خويا هذا السؤال جاوبت عليه مليون مره، اقلب عليه اقلب عليه في اليوتيوب تلقاني ديجا مجاوب عليه، واش الفلوس كيديروا السعاده؟ جاوبت عليه بزاف د المرات، بارك الله عليك خويا، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك هاد البلاد، الله يحفظك اخويا، الله يحفظك، ما تنبغيش نبقى نقرا دوك التعليقات ديال المدح، فهمتي؟ ما فهمتي، الله يحفظكم، شكرا بزاف، شكرا بزاف، الله يعزكم كذا، ما عنديش نبقى نقراو معاكم فهمتي، خويا درنا على الترافيك رخيص، خويا ما خاصش تقلب على الترافيك رخيص، خاصش تقلب على الترافيك غالي اللي كيكونفيرت، اكبر حال اكبر كذبه دوزتها واكبر وقت ضيعنا كنقلبوا على الرخيص، ما بقيتش كنقلب على الرخيص، اي نيفر، ما بقيتش شوف حاليا دابا انا كنحاول نشارك معاك الاكسبيرونس ديالي اللي غادي تقطع واحد الاشواط بزاف، دوزت حياتي كنضيع وقتي بزاف كنقلب على الرخيص، حاليا احسن حاجه وصلت في حياتي واللي تبدلت هذه العقليه ديال الرخيص عاد طرات التغيير، وليت كنقلب على اللي خدام، ما كيهمش، باغي نوصل البري، ما تيهمش، قول لي البري واش هذا خدام غادي انفيستي فيه، الا كان واحد غادي نخلص على الكليك 50 سنت وكيكونفيرتي ليا، واحد كنخلص على الكليك 0.001 سنت واحد وما كيكونفيرتيش، اش علاش غادي نضيع انا على سنت؟ كيبان لك هذا 50 سنت وهذا سنت، كيبان لك هذا زوين، هذا ماشي زوين، هذا تضيع فيه وقت، هذا الشيء اللي طاري بزاف ديال الدراري، تيقلب على الدوره الرخيصه، كيقلب على كذا الرخيص، كيفكر على تيقلب على لاسيرونس الرخيص، كيف تيقلب، شوف صاد ما تقلبش على، نقول لك خاص تخدم 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 تخدم، وبيان سور استعمل عقلك، خاص تستعمل عقلك وما تقلبش على الرخيص، وبيان سور بقى تحلل، فهمتي؟ الحاجه اللي في صالحك، الحاجه اللي في صالحك انفيستي فيها، ماشي ما تقلبش على الرخيص وتمشي تشري المكانه الغاليه، لان المكانه ما فيدك في والو، فهمتي؟ ولكن واحد الحاجه اللي اخرى مهمه هي لاسيرونس نافع، لاسيرونس فهمتي، الطوموبيله اللي عندي ولا اللي عندي حتى الاخرى هاك السلام، شوف لي القيمه ديال الطوموبيله، القيمه ديالها قد تقد شحال تقام عليها لاسيرونس، كاين ديال 6000 درهم، كاين ديال 7000 درهم، كاين ديال 8900، كاين ديال لاسيرونس اللي داير دابا، والله ما عنديش الفاكتوره هنا ما نوريها لكم، اغلى واحد شحال داير 11700، دير هذا صافي باش نساليو داك الحماق ديال فهمتي، ما بلا ما يبقى يفسر ليا اشنو فيه اشنو كدا اشنو هذا فيه دخل، هادي دخل كلشي بشحال، فهمتي؟ باش ما نبقاش انا جالس في الزنقه صايق، قال لك لا الريتروفيزورات علاش نبقاو حنا بعد، ومولا تشقفش مع شي واحد انا عاد نبقى نحمق راسي معاه، واش هذا عندي ندخل كلشي ورا تما، فهمتي؟ ما تقلبش على الرخيص، قلب على اللي يجي يوصلك، كيف ندير مع الدراري بلا ما يسرق الافكار فتوقعات لي؟ ما فهمتش اخويا، ما فهمتش، شوف اخويا راه داكشي ديال تبقى تسرق الافكار وما تسرق لك الافكار تولي تحمق راسك، هذاك واحد النيفو صغير كنا عايشين فيه، فهمتي؟ بحال قلتي عندك اربعه ديال البيضات وعس عليهم، وتجي تسرق لك شي واحد شي بيضه اللي تحس بها، ولكن اللي عندك 1000 وجات تسرقوا لك جوج ما تجيش تحس بها، ولا عندك 10000 وتسرقوا لك 50 ما تجيش تحس بها، فهمتي؟ نفس القضيه دابا بنادم تيقلب، غنقول لك واحد النيفو تحاول توصل ليه، حاول توصل لواحد النيفو ديال تولي قرش، وملي تولي قرش ما عمر القرش كان كيدور كيترد البال للسردين اللي دايز حداه، فهمتي؟
وبيان سور كاين شي حاجه، كاين القرش انواع، كاين القرش الكبير اللي كياكل القرش، فهمتي؟ ماشي عاوتاني تولي قرش، يعني تخيل ان راه انت هو الكبير في السوق، باش نفكرك راه كاين شي ناس فوق منا وكاين شي ناس كبر فوق منا وكاين شي ناس كبار من اللي فوق منا، فهمتي؟ المهم راه القرش، اذاك القرش الصغير راه ما عمر كان كيدور، ما عمر كان تيبان ليه شي سرجين كيدور يدير ديك ويقول لي راه بلبلني داك السرجين لتحت، فهمتي؟ ما عمر الا بان ليه يقدر يمشي ياكلو، اما ما عمر يجي يقول لك القرش يقول لك بلبلو السرجين، ما يمكنش، فهمتي؟ هو فريمون هي مساله ديال واحد، هي مساله كما كنقول از فاكين مايند سيت، واحد العقليه. وديك الكاة تتلقى ملي كتكون صغير في عقلك بيان سور ماشي ماديا، كتكون كتفكر تتركز مع شي حوايج اللي تافهين، وهي خاص ما تركزش مع شي حوايج اللي تافهين. هذاك خونا اللي سرق لك كامبين ما يمشيش بعيد، وداك خونا اللي جلسوا معاك كتمشي معاهم بعيد، وداك خوتنا اللي دوك خوتنا اللي واحد خونا شكرنا تمايا ما لقيت ما نقول، فهمتي؟ صح، قال لك عندكم احسن بلد عربي والله اعلم، فهمتي؟ المهم اخي انا تنامن هاد الهضره هادي صحيحه، زعما من جهه الحريات احسن بلاد عربيه هي هنايا فاش عايش، على حقيتاش واحد البلاد عربيه كتبان زوينه. وكنت تحديت واحد من المواطنين ديالها وقال لي لا بلا مشاكل، قلت ليه شوف غنزلو عندنا في البلاد نسب لك اكبر راس عندنا هنايا في الشارع، تيجيو البوليس وما يجيونش، وغدا نتلاقاو نتقاو معاك مع الصباح، ولكن دير لي اختها في البلاد عندكم. قال لي لا ما نقدرش، لا ما نقدرش. قلت له صافي بلا ما تكثر عليه تقول لي لا هو حريه التعبير، لا هو حنا هما المتقدمين، لا حنا هما ما كاينش. الدول العربيه المغرب هو احسن واحد، بلا ما نجلسوا نجاملوا بعضياتنا وسميتو. قلت لي هادي تقولها ما غادي تحل فمك، ما غادي وغادي تخبر دقه واحده هنا، انا نتحداك، ما بقى تقول لي حنا احسن دوله حنا كذا. دونك بلا ما نبقاو نبانو على بعضياتنا، انت عايش وحنا عايش وكل شيء عايش، ومرحبا بك عندنا، مرحبا بنا عندكم وكذا. اما هو الاخ اللي شكر لنا البلاد الان على 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 الموضوع فاش كنا الاخوان، انا عايش، طلعوا لي فراسكم، غادي نمشي الناس، ساعه سعيده، بالتوفيق لكم، الله يحفظكم، سمحوا لي طلعوا لي فراسكم الاخوان، دير والله تي تقرقبوا عليك، والله اخي ما يقرقبوا عليك، والله ما يقرقبوا عليك بالله، فهمتي؟ على حقيقه هنا راه دي ار سمارت، ما تنقولش لك يعني، فهمتي؟ ما مساليينش ليك، فهمتي؟ على حقيقه هنا الا درتي شي مشكل كبير اجي يقرقبوا عليك، درتي شي مشكل كيقيس الامن خاصهم يقرقبوا عليك، علاش ما يقرقبوش عليك؟ لا خاصهم يقرقبوا عليك، علاش ما يقرقبوش عليك؟ والتطاول علاش ما يقرقبوش عليك؟ يقرقبوا عليك، ولكن فهمتي هنا دي ار سمارت، ماشي شي حاجه تافهه ويصدقوا، فهمتي؟ صانعين يصنعوا منك بطل وانت ما تستاهلش انك تكون بطل، فهمتي؟ هنا دي ار سمارت، ماشي زعما دي يصدقوا شادين يا راه يصنعوا منك بطل وانت ما تستاهلش تكون بطل، فهمتي؟ هنا ماشي زعما راه قالوا لك يعني راه انت راك سبع وخرجتي وعربطتي وزدتي في حالك ولغتلي وجلستي في القهوه، راك ماشي نساوها لك، غادي تجيبك الوقت. ولكن في بلاصه اخرى، المهم شو اخا، انا المغرب، تيعجبني بزاف المغرب، واحد البلد اللي خايف، فهمتي؟ الحمد لله والشكر لله، خايف فهمتي؟ كاينه حريه التعبير بارابور اخا للدول العربيه اخرى. هاي 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 اخا المغرب والله يتنعم، ولكن تقدر ما تشوفش هذا الشيء، خاصك تكون خرجتي على برا وشفتي ودرتي وكذا، ما يبانش لك هذا الشيء. بزاف ديال الناس تلقاه كاعي، بزاف ديال الناس تيكون كيدوي، فهمتي؟ مثلا بحال من خوتنا تقول لك ما عمرو شاف الميريكان، ما عمرو شافها في الافلام، ما عمرو شاف الميريكان. انت تكون عشتي في ميريكان، شفتي ميريكان، مشيتي للميريكان وما عمرو شاف الميريكان، يقول لك صعيبه راه خاصها صعيبه، يتهلاو في عباد الله. كيفاش يتهلاو في عباد الله؟ قول جاوب على السؤال هذا، كيفاش يتهلاو في عباد الله؟ صعيبه راه خاص يعطيو لعباد الله الفلوس. قول لي يا المعلم شي دوله تقول لك، تقول لي دابا كيفاش الدوله تطلع في عباد الله؟ صاحبي راه بنادم صاحبي عندنا في هاد البلاد غادي تيموت، يسر معايا جواب سؤال بجواب، اشنو هو الحل مع هاد بنادم اللي كيموت؟ واخا صاحبي دبروا عليه بالفلوس من الاخر، قول لي الدوله هادي اللي كدبر على بنادم بالفلوس من الاخر، امريكانا صاحبي، امريكانا صاحبي بنادم فهمتي عطوه الفلوس اصاحبي، لاني مشكلات فين، شكون اللي قال لك هاد الهضره هادي؟ اخ يا راه شوف جوه صاحبي، امريكانا صاحبي كتبان نقيه صاحبي والناس نقيين صاحبي وكل شيء لابس مزيان، فين بان لك هادشي؟ تجي تقول لي اجي ها انت جوجل كذاب،
قلت له اكتب هومليس يو اس اي، هومليس هما اللي ما عندوش الدار ناعس في الزنقه، اكتب غير هومليس يو اس اي، الناس اللي ناعسين في الزنقه اللي ما عندوش الدار اكتبها. امريكان هي رقم واحد، فهمتي؟ امريكان هي رقم واحد في الدول في العالم ديال الناس اللي ناعسين في الزنقه، ما عنده الهومليس جوبليس، ما عنده لا خدمه لا دار. حنا خارا بنادم الا ما عندوش كيمشي يضرب براك، ما تيسقسيش فيه كاع المخزن. بنادم في امريكان ناعس في الزنقه معلم، كتصب عليه الشتيوه ودير شي مومنطه بحال هكا كيترعد بالبرد. ما هادشي ما عاودوش لك، لا خصك تمشي، خصك تمشي للفاكين تايم سكوير السونتر ديال نيويورك، ويبان لك بنادم مجبوح في الارض، وغادي تشوف فهمتي، وتمشي لفلوريدا ويبان لك بنادم مليوح في الارض وتعاني مع البرد، وتجي تمشي عاوتاني فهمتي، خاص تشوف هادشي. عاد تسالي ديك الهضره ديالك ديال الصادر، خاصهم يدبروا فين انت تدبروا اصاحبي، اوباما دبر عليهم ولا سميتو دبر، خاصهم تدبر الصاد على راسك من الاخر، خاصك تنوض تدبر على راسك. هاد الهضره هادي قاصحه ماشي يقدر يقولها اي واحد فهمتي، هاد الادراج ماشي بيان سور تدوك الناس اللي هادي خاصهم يقولوها ما يقدروش يقولوها. يعني قلت لها غادي ديال تفادى الصداعات تفادى كدا صافي، راه قول قول غنقول لك الجمله، قول ان شاء الله خاصهم يدبروا علينا ويديروا لنا ويديروا ان شاء الله. ولكن الصاد الحقيقه هي راه ما كاين لا تدبيره لا حتى شي حاجه، كاين التدبيره يا تنوض تدبر على راسك الصاد من الاخر. انت ما خسرتي والو، جوجل قدامك ما تيقش هضرتي، جامي تيقش هضره كنقولها انايا. غتمشي غادي تكتب هاك هومليس يو اس اي، غادي تمشي غادي تقرا تمايا شويه، غتلقى there were 2 million homeless people migrating across the United States. 1.56 million people. 0.5 ديال يعني من كل 100 من كل 200 ناس كاين واحد ناعس في الزنق. المهم شو انا اعتبرني ما قلت والو، وشويه ديال الفيديوهات وشويه ديال الفيديوهات في 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 اليوتيوب حتى هما كتب هومليس يو اس اي، وتفرج بنادم ناعس في الزنقه كيترعد حتى مات تفرج. المهم شوف تفرج شويه، وديك الساعه رجع تقول الحمد لله راه باقي هادو تنضربوا لهم براكه، وبنادم مخبع وما عندناش اللي كيموت من الجوع فهمتي، وبنادم تيدبر على راسه من هنا ومن هنا، وشي وقف في الطريق تيدير ديك الصدقه لله بنادم تيدبر عليه. المهم شوف الصاد هادشي كامل انا ما كنتش كنشوفو، اكبر كريتيكور اكبر واحد كان ممس فهمتي، كان 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 فهمتي كان كان كاعي وكان ساخط هو انا فهمتي، اكبر واحد كان كاعي وساخط. ولكن ملي مشيت شفت تايلاند، شفت ماليزيا، شفت اندونيسيا، شفت سميتو، شفت الفلبين، الفلبين واحد الفقر صات الفلبين، الفلبين من ناحيه ديال 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 ليش جمعتي هكا كلشي احسن من المغرب، ولكن الا جيتي للفقر صات واحد الفقر مدقع، واحد الناس الطبقه الفقيره كثيره صاحبي. ولكن الا جيتي عاوتاني للمول اخر اكبر مول انا شفت شفتو في الفلبين، جيتي لاندونيسيا خيرا واحد الفقرة صاحبي شفتو في جاكرتا صاحبي راه بقى فيا الحال، راه أول مرة جيت تجيني البكية، وراه كانوا الدراري حاضرين، كان إيدي حيا، كان الشكار، كان حكيم فهمتي، البكية جاتني. تصور حنا جالسين في واحد لوطيل فايف ستار، حليت الشرجم تيبانو ليا البراك، طلعت من هنا البراك، الجهة الأخرى البراك، أوا الصاد تا كيفاش حنا جالسين في أحسن مكان في النعام وعلى برا كاين البراك. اجي نزلو للشارع، خرجنا للشارع معلم ما انت بحك فواحد القلعه، فواحد القلعه فواحد الفايف ستار، وملي نزلنا للطبقه التحتانيه لقينا واحد العرس، وداك العرس معلم حاضره فيه البينتلي، الفيراري، لامبورغيني، عرس مجهد ديال شي عائله حتى هما فهمتي في داك النيفو ديال الفايف ستار. المهم اوتيل وير ودايرين به البراك، قلت لهم اجي نخرجوا على برا نشوفوا ناكلوا على برا. خرجنا كنتمشاو على برا فهمتي، من الخرجه بنادم تيمد لك يديه وبنادم تيضرب التيبا، وات ذا فاك اصاحبي واش اصاحبي راه مازال فهمتي، حنا خاص تجي من المامونيه راه باقي الدنيا زوينه، تمشي دوز على المناره باقي الدنيا زوينه، دوز على تمايا مشى لي سميت داك الحي اللي حضر المناره باقي الدنيا زوينه، يلا توصل دوار العسكر يلا تبدا تسول الامور شويه زيد، وغادي دوز على ازل الدنيا زوينه شويه، سير الدوار يزيك الدنيا بدات كاين هادي راه من الفايف ستار للزيرو ستار من فهمتي، هادشي حتى تشوفو فهمتي، ولا تبقى تقارن
هنا دي دول مقارنات، ماشي عندك صوره واحده. علاش نقول الدراري والله ما كرهتش شي بروغرامات تكونوا هكا من جمعيات كذا، يخرجوا بنادم على برا يضربوا به دويره، يجيبوا دويره بنادم، يمشي للفيليبين، يمشي كامبوديا بلا ما ندوي، صافي فهمتي، بلا ما نزيد عاوتاني، بلا ما نزيد هذه المأساة هذه، بلا ما نبقى ندوي في المآسي. يمشي الناس، هادشي الواحد يمشي يجيب دويره وكذا، وديك الساعه مني انا والله كون ما خرجت، والله كون ما خرجت لا تلقاني لاعن، لاعن حتى نهار نموت. ولكن احسن خير زعما طرا لي في حياتي هو خرجت من هاد البلاد هادي ومشيت ضربت دويره، ملي رجعت لا عرفت قيمتها. اما كون بقيت على والله لا تنقول زعما احسن حاجه دير الجمعيات وبرامج، هز الشباب خليه يمشي يضرب دويره، اجي يجلس اجي يقارن مع راسه واجي يرجع، فهمت، اجي يرجع اجي بدا تبان لي راه كاينه النعمه هنايا. ولكن الى 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 بقى هنايا بحال انا كنت تزيدت هنا وكبرت هنا وكل شيء هنايا وصافي، راني تزاديت هنا وكبرت هنا، بين عاوتاني باش نغلطوا عباد الله، راني تزاديت هنا وكبرت هنا حتى ل 24 عام عاد بديت كنخرج للبلاد. دابا في عمري 30 عام، يعني 6 سنين الاخرانيه، يعني في 6 سنين الاخرانيه بداكشي اللي شافت وداكشي من واحد العامين هادي تكون بدلت وجهه الراي ديالي، يعني عامين طلبت الامور، واحد العامين 4 سنين على برا كتشوف 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 كتشوف، سيرتو امريكان، امريكان ما يمكنش نعيش فيها، وبالعكس شي حاجه زوينه فهمتي. حتى هما في السفاره عجباتهم، بقى عقل اخر انترفيو كان في السفاره قال لي وعلاش ما تمشيش تعيش في امريكان، اي ام نوت انتريست، وعلاش ما تعيشش في امريكان، صافي نخرج داك القنصل جود فهمتي، طاك 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 طاك، صافي ما نقول شنو قلت ليه، وانما فهمتي بينت ليه بحال هكا بحال قلت ليه امريكان كحله وبتاسم عجبو الحال، قال خونا هذا ما 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 فهمتي، ما يمكنش يحرق لنا تما، هذا عارف الصوره الحقيقيه، ما يبقاش يمشي ماشي داك خونا اللي هير خاص يطلقوا في ميريكان يمشي ما يرجعش، فهمتي، هذا عارف هذا فاهم دار وشاف وكذا وصافي. اخاي هاد البلاد هادي زوينه خصك فيها الفلوس، نعاود نرجع لواحد الوعد الموضوع، هاد البلاد هادي زوينه خصك فيها الفلوس، ولكن الفلوس ما كت فهمتي، ما الفلوس ماشي شي حاجه كطيح من السماء، كيجي بنادم تيقول لك خويا سي حنا عارفين زوينه ولكن خصنا الفلوس، اوكي غنقول لك كيفاش تجيب الفلوس، جمع يديك بحال هكا وبقى جالس، راه طبيعي يطيحوا عليك الفلوس من السماء، الصاد خصك تحرك، ها انت قلتي عارفه زوينه خصك الفلوس، دونك الحل هو خصك تمشي تجيب الفلوس، دونك الحل باش تجيب الفلوس خصك تمشي تخدم، ماشي خص باش تجيب الفلوس وغادي تصيفط ليا ميساج ملي انا نجي نقول البلاد زوينه تجي تكتب ليا وعارفين هي زوينه ولكن خصي ليها الفلوس، تسنى انا نجاوبك انا ميساج غادي نصيفط لك الدولار وغادي تسحبو، راه ما خصك تحرك خصك تخدم. اخوان تبارك الله عليكم، نمشي الناس الحق، حقيقه عاوتاني 6 وشويه خصني نكون في